السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أتكلم معاكم في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، واللي إن شاء الله هنخصص له مجموعة من الفيديوهات في الفترة الجاية. لكن النهاردة بالتحديد هتكلم معاكم في موضوع علاج المية البيضاء. حضرتك دلوقتي بتسألني إيه علاقة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بعلاج المية البيضاء؟ ده بالتحديد كان بحث الدكتور عبد الباسط السيد الباحث في المركز القومي للبحوث أثناء قراءته للقرآن الكريم، وبالتحديد سورة يوسف عند الآية رقم 84 اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، إلى أن وصل للآية رقم 93 في نفس السورة اللي بتقول اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. تفسير الآية الأولى إن سيدنا يعقوب حزن حزن شديد جدا على ابنه سيدنا يوسف وبدأ في البكاء فترة طويلة، وده كان سبب كافي جدا إن نسبة الأدرينالين تزيد في جسمه ومقاومة الإنسولين تقل، فبالتالي السكر علا وعمل له كده بياض العين اللي هو المية البيضاء. بيجي الحل في الآية الثانية على طول مباشرة، لما ألقوا القميص على وجه سيدنا يعقوب نزلت قطرات من العرق داخل عينيه، وده اللي ساعد عدسات عينه على إنها ترجع تاني لطبيعتها الشفافة، وبالتالي هو شاف. دلوقتي الدكتور عبد الباسط السيد من النقطة دي بدأ إن هو يكرس كل البحث علشان يعرف العلاقة بين علاج المية البيضاء بالعرق. عمل تجربة بسيطة على 250 متطوع وكانت نتيجة النجاح فيها 90%. التجربة كانت عبارة عن إنه أخذ العدسات المصابة بالمية البيضاء وحطها كده في محلول العرق، اللي اكتشف بعد كده تدريجيا رجوع العدسات دي للحالة الشفافة، خصوصا إن في مركب في العرق اسمه مركب البولينا الجوالدين، وده المركب المختص بعلاج المية البيضاء اللي تم بعد كده فصله كيميائيا ووضعه في قطرات لعلاج المية البيضاء. شفت ازاي قراءة القرآن الكريم والتدبر فيها بتكشف لنا أسرار احنا ما كناش نعرف عنها حاجة؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، احنا جميعا بننهل من العلم قليل من قليل وقليل من قليل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.